بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، استأنف معكم تفاصيل الأحداث في مرحلة ما بعد نزولي إلى الأرض واستئناف ممارسة حياتي الطبيعية. كنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نشاطي في البيت وتأثير جدي عليا في الفترة المبكرة من فترات حياتي، وتأثري بقصص الأنبياء اللي كان بيحكيها لنا. كذلك في المدرسة أنا اتعلقت جدا بالمدرسين بتوعي، ولازلت أذكرهم حتى اليوم، وكانوا السبب الله يكرمهم في تشكيل وجداني وثقافتي في هذه المرحلة المبكرة. في المدرسة بيقولي أنا ما كنتش حاسس إن بدأ يظهر علي نبوغ مبكر تمثل في الذاكرة الحديدية اللي ربنا سبحانه وتعالى متعني بيها. كنت بحفظ الأشياء سماعي من أول مرة، ما كنتش محتاج إن أنا أكرر، وما كنتش محتاج أذاكر في البيت. كنت برجع من المدرسة مذاكر وبحل واجباتي في البيت أول ما أروح. كان غريب قوي على الوالد والوالدة إنهم يشاهدوا طفل في أولى ولا تانية ابتدائي أول ما يرجع بيتهم يبتدي يحل واجباته من قبل ما يخلع ملابسه، لكنهم كانوا فرحانين يعني بتميزي في هذا المجال. في المرحلة الابتدائية ربنا سبحانه وتعالى يعني اختصني بأسرة رحيمة. والدي اشترك لي بالإضافة إلى المصاريف المدرسة اشترك لي في أتوبيس خاص يشيلني ويجيبني من المدرسة كل يوم. لكن أنا زي ما حكيت لكم كنت عامل زي الفرخ الصغير كتكوت اللي طلع من القفص بتاعه بيجري في كل مكان. ما كنتش عايز حاجة تقيدني، كنت عاوز أفضل أجري. فكنت بروح الصبح في المدرسة في الأتوبيس، ولما أرجع أطلع بدري عشان أرجع ماشي. كل عرف إن أنا ما برجعش في الأتوبيس، فكلمته قلت له يعني يا بابا أنا عاوز أروح مع أختي. أختي اللي كانت أكبر مني بسنة، كانت تسبقني بسنة دراسية، كانت في مدرسة بجوار مدرسة الابتدائية. فقلت لها أنا هروح مع أختي، وهي صارت الآن طبيبة دكتورة إيمان سعيد. قلت له أنا هروح مع أختي وأما أرجع لوحدي وما تخافش عليا وهقدر يعني أواصل كده. كانت الدنيا زمان أمان شوية، والعربيات ما هياش مزدحمة زي دلوقتي. فكنت أخرج الصبح، كنا نخرج مبكرا جدا، كانت أختي تشيل لي الشنطة وأنا أمشي زي الأطفال الصغيرين، أروح وأجري من حواليها رايح جاي بشكل مضحك، وألف حواليها وهي كانت عاملة زي البودي جارد بتاعي تحميني من معاكسات الأولاد. كنا نتسابق مع بعض، وأنا أتذكر إن دايما كنت أسبقها لأن كنت خفيف في الوقت ده. لما نرجع من المدرسة كنت أحب أركب الأتوبيس زي ما قلت لكم، كنت أحب أرجع ماشي. كان بين المدرسة والبيت حوالي 2 كيلو، بيتي كان في شارع الجلاء أمام مصنع الكوكاكولا القديم، والمدرسة كانت مكان مدرسة الشبان المسلمين حاليا في ظهر مدرستي في مستشفى الإعلام. مكان مدرسة الشبان المسلمين مكانها حاليا مسافة دي حوالي 2 كيلو. لا تتخيلوا أنا كنت برجع من المدرسة مش ماشي،
برجع جري. كانوا بعض أصدقائي من الشارع لما لقوا والدي دخلني المدرسة ديت، دخلهم منهم حماية، دخل ولاده كلهم المدرسة معايا، فكان مأجر لهم حنطور. كانوا بيركبوا الحنطور، أنا كنت أكره تماما إن أنا أركب أي شيء، كنت عايز أجري. فتتخيلوا إن أنا كنت برجع المسافة اللي بياخدها الحنطور من بيتنا 2 كيلو وأنا بجري جنبهم، ولم أشعر في يوم من الأيام بتعب أو إرهاق. سبحان الله يعني. الوضع في المدرسة لما بدأ يظهر علي علامات النمو المبكر، المدرسين أحبوني وكانوا بيوكلوا إلي مهام التصدي للموجهين لما يجوا يفتشهم على الحالة التعليمية. فاللي حصل كان في موعد الموجهين فيه جايين للمدرسة، فالأستاذة بتاعتنا الأستاذة ليلى قالت يا مجدي عندنا موجه جاي بكرة، فعاوزينك تحفظ الميثاق اللي موجود على ظهر الكراسات، الميثاق اللي هو دستور ثورة 23 يوليو. كانوا بيكتبوا لنا منه أجزاء على ظهر الكراسة، كراسات المدرسة بتاعتنا تبقى عليها الميثاق مكتوب في ظهرها، اللي من سني يفتكروا الكلام ده. فأنا بصيت بص عليه وحفظته. طبعا الكلام ما كانش مفهوم خالص، وتخيلوا أنا لسه حافظه لحد دلوقتي، يعني لو قلتها على سبيل الدعابة كانوا تخيلوا طفل في الابتدائي في تالتة ولا رابعة ابتدائي بيحفظ كلام بجعلص زي ان انا هحكي لكم دلوقتي تستغربوا خالص يعني. يعني من الحاجات، فجه الموجه بيسأل مين يا اولاد اللي حافظ الميثاق؟ طبعا ايام عبد الناصر كانت الدنيا رعب يعني. فالاستاذه قالت قوم يا مجدي، فقال لي تحافظ الميثاق؟ قلت له حافظ. قال لي سمع اهداف ثوره 23 يوليو. فتخيلوا انا لحد دلوقتي انا اقول على سبيل الدعابه مش هكمل، لكن هتشوفوا بس ايه الكلام كان عامل ازاي. كنت بقوله بنفس السرعه دي، بقول ايه تحقيق الثوره الاشتراكيه التي كانت هي ثوره الشعب العامل والحصول على حقوقه كامله في العمل وفي الانتاج، وفي العمل وفي الانتاج وفي حياه كريمه مناسبه، من تحقيق الثوره الاشتراكيه. تخيلوا بكلام ايه يعني ملوش معنى، وكنت حافظه وده الموجه ممتاز ممتاز. المهم ايه، أثنى عليا، المدرسين أثنوا عليا. صحيح أنا ما كنت عامل زي الأطرش في الزفة، مش فاهم إيه اللي بيتقال، بس كل اللي أنا فاكره ثناء المدرسين ومدحهم فيا، مما ساهم القصد اللي أنا أقوله إن هذا الثناء وهذا المديح لطفل صغير ساهم في بناء نفسيته وارتفاع معنوياته بشكل مدهش. أتذكر في المرحلة الابتدائية بعض حدثين كبار. الحدث الأول ونحن في سنة تالتة ابتدائي سنة 67، قامت حرب يونيو وكانت الهزيمة. في الوقت ده كان في أحد الزوارق البحرية المصرية أغرق مدمرة إسرائيلية شرق اسمها إيلات. فطلبوا مننا ان احنا نعمل لوحة تصور ايه، تصور اغراق المدمرة ايلات، وانا شاركت فيها واتذكرها جدا ان احنا كنا معلقينها على جنب الايه في جانب الفصل على شمال الباب على طول، وكنت كل شوية ابص اغراق المدمرة ايلات. لكن اتذكر جيدا حالة الحزن اللي كانت بتقيم على البلد، فاكرها كويس، والكآبة اللي حلت على الناس. من الأحداث أيضا اللي أتذكرها في المرحلة الابتدائية هي معرفتي بالصلاة لأول مرة وأنا في السنة الرابعة الابتدائي. في السنة الرابعة الابتدائي سنة 68 كان في صديق ليا راجع من ليبيا مع والده، كان اسمه عبد الغني وكان يسكن في منطقة السن البدوي. لقيته في يوم معاه كتاب عن تعليم الصلاة. أنا جدي كان مديني ثقافة
كبيرة عن الأنبياء وكده. فلما كنت بشوف جدي بيصلي وأقول لهم أنا عايز أصلي، لا أنت لسه صغير، لا لسه مش دلوقتي، لا كده. فكنت مشتاق للصلاة لكن مش عارف أصلي إزاي. فلقيت زميلي عبد الغني معاه الكتاب بتاع الصلاة، كان عندي ساعتها 8 سنين. فقلت له ممكن يا عبد الغني آخد كتابك ده أتعلم منه الوضوء وأحفظ التشهد وأرجعه لك. اداوني في الحقيقة. رجعت بيه البيت وانا في غاية السعادة، حطيته قدامي على الحوض، افتكر كويس جدا شكل الحوض، حطيته من ورا الحنفية وتعلمت ازاي اتوضى واتوضيت وسط دهشة افراد اسرتي، وحطيته بعد كده قدامي على الارض وانا بصلي علشان اقرا منه التشهد. كانت المرة الاولى اللي راسي تلمس فيها الارض سنة 68، يعني كان عمري 9 سنوات وأنا في السنة الرابعة ابتدائي. أنا مش قادر أوصف، أنا لسه لحد دلوقتي طعم السجود في ذاكرتي لسه حي. صحيح أنا حرمت من السجود بعد كده وأنا عمري 30 سنة حتى الآن بسبب مشاكل في ظهري كبيرة، لكن لو كنت أعرف إن أنا مش هسجد تاني وأنا عمري 30 سنة، يعني ما كنتش سبت الأرض. على كل حال الحمد لله، على كل حال سكت لأول مرة وأنا عمري 9 سنوات، وكانت أجمل أوقات حياتي يوم ما حطيت راسي على الأرض وأقول سبحان ربي الأعلى. على كل حال خلصت الصلاة وخلاص بقى يعني أتقنتها، وأهلي كانوا مستغربين جدا إزاي يعني أنا بعمل كده. وفضلت بقى محافظ على الصلاة، وكانت أصعب حاجة عليا اللي هي صلاة العشاء، خصوصا إن أنا كنت بروح للسرير أنام من غير ما أصلي، فافتكر إن أنا لسه ما صليتش العشاء. فأقوم من النوم في الساعة، مكانش عندنا بقى سخانات، ونتوضأ وأصلي وأنا فكانت بتبقى شاقة على نفسي شوية لكنها كانت بتبقى ممتعة. أفتكر الأيام الجميلة ديت وأتمناها ترجع تاني. المهم ده الحاجتين اللي هما اللي أنا أتذكرهم كويس في المرحلة الابتدائية. خلصت المرحلة الابتدائية ودخلت على سنة 5 وسنة 6. سنة 6 أظهرت نبوغ جيد وحصلت على مجموع متقدم جدا وترتيب على عالي على المدرسة في المرحلة الابتدائية. وكده ودعت فترة من أجمل فترات حياتي، ده كان في المدرسة. في الشارع بقى، في الشارع لما بدأت أخرج كانوا ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنيش وتركني ولا ابتلاني وسابني، إنما رزقني مجموعة من الأصدقاء هم أفضل من حملتهم، أظنهم كذلك، أحسبهم أنهم أفضل من حملتهم الأرض على ظهرها. من غير ذكر أسماء، ومنهم نسايبي يعني وبعض الزملاء الآخرين هيسمعوني طبعا، وعاوز أقول لهم هم زلنا لحد هذه اللحظة بنتقابل وبنشوف بعضنا وبنتكلم بقالنا أكتر من 50 سنة صداقة. عاوز أقول لهم بس إن أنا بحبكم. الأصدقاء دول عمرهم ما سمعوني كلمة وحشة، عمرهم ما في لعبهم معايا إلا كانوا بيكبروا خاطري، يصوروني إن أنا سوبر مان، ان انا احسن لاعب، وان انا مفيش زي اتنين، وان قصفي للكوره كالقنبله والى اخره. فاحببتهم حبا جما. ده كانت من نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليا. انتهت المرحله الابتدائيه وحصولي على مجموع متقدم وترشيحي للدخول في مرحلة
الإعدادية. بانتهاء المرحلة الابتدائية هكون ودعت شهر العسل مع الحياة. شهر عسل استمر 6 سنين، ما سمعتش فيهم كلمة واحدة ضايقتني، ما حدش قال لي لفظ يجرحني. يا ريت المرحلة دي كانت استمرت على طول، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان بيعدني لمرحلة تانية. كنت لابد ان انا استقر الاول نفسيا حتى لا اهتز في المراحل اللي بعد كده. فالبيت كان بيحبوني ويعطفوا عليا ويشفقوا عليا رغم شقاوتي. من الحاجات اللطيفة في البيت ان انا سألتهم عن سلوكي كان عامل ايه، قالوا انت كنت دوشنا بالقراية بصوت عالي، كنت احب اذاكر واتكلم بصوت عالي، لدرجة ان قالوا لي ما كناش بنعرف نتفرج على مقدمة مسلسل بسببك. قلت لهم ليه؟ قالوا لي كنت تحب تقرا وانت في مرحلة مبكرة في سنة اولى ولا تانية ابتدائي اسماء الممثلين بصوت عالي، وكنت في اخر كل مسلسل كان يختموه بمصطلح كنتم اعزائنا المشاهدين كنتم مع كذا. فانا ما كنتش حفظت اعرف تشكيل، فكنت كنتم مع دي اراها كنتم مع، يضحكوا ونقول هما بيضحكوا ليه؟ تاني ما كانش فيه تشكيل، ويعني ايه كده انا اتعرف توجهاتي الاساسيه في الحياه. كانوا اخواتي الاكبر مني مشغولين بقصص البوليسيه، ارسيل لوبين، اجاثا كريستي، وشارلوك هولمز، وقصص الرعب بتاعت الفريد هيتشكوك، وانا ما كنتش في الحقيقه مغرم. حاولت اقرا معاهم لكن ما انسجمتش خالص. انا كل جوارحي اتجهت لقصص الانبياء والتاريخ العربي والاسلامي. ودعت المرحلة الابتدائية وأنا لم أسمع لفظ سباك واحد، لا من أصدقائي في البيت في الشارع ولا من أصدقائي في المدرسة. واستعديت علشان أودع شهر العسل الاجتماعي وأدخل في مرحلة جديدة كانت من أصعب وأقسى ما يكون على نفسي، مرحلة الإعدادي والثانوي، وأثرهم السلبي على نفسيتي. وإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.